بتقديري ووجهة نظري أن ما يحدث ومن صمت دولي مريب ومتواطئ مع الاحتلال التركي فيه ازدواجية غير قانونية. انظروا الولايات المتحدة الأمريكية تسير حاملات الطائرات إلى المتوسط لحماية أمن إسرائيل ضد هجمات حماس والجهاد وغيره. وانظروا ماذا الصمت، يعني العلنية بمكان، والصمت في شمال شرق سوريا من جهة أخرى. هذا الصمت وهذا التواطؤ يطال فرنسا ويطال بريطانيا ويطال روسيا وغالبية هذه الدول. انظر، حتى النظام التركي، حتى أردوغان نفسه هو ضد تجويع الفلسطينيين في غزة من انقطاع الماء والكهرباء والبنية التحتية وضربها، وهناك يذرف دموع التماسيح، وهنا هو الفعال وهو المسبب وهو المحتل وهو الذي يقوم بالهجمات. طب كيف تقرأ هذه الازدواجية دكتور أحمد؟ يعني هذه الازدواجية، يعني كما ذكرت أنه أردوغان يعني يتباكى على انقطاع التيار الكهربائي والمياه في غزة، بينما هو يعني يتبع نفس السياسة التدميرية في مناطق شمال وشرق سوريا، أيضا دعا لضبط النفس في غزة، بينما في الوقت ذاته كان يهاجم بشراسة مناطق شمال وشرق سوريا، فكيف تقرأ هذه الازدواجية؟ من كما أقرأ هذه الازدواجية أنه يعني يقوم بجرائم حقيقية، وهو بذلك يكشف حقيقته وزيفه وكذبه تجاه المواقف الحقيقية الدولية التي يجب أن تكون منصفة وعادلة. إذ هو يريد القضاء على الإدارة الذاتية بالقيام بهذه العمليات. فماذا يعني ضرب قطع المياه؟ ماذا يعني ضرب مراكز تحلية المياه ومراكز الطاقة والورش والمخيمات؟ أنه يريد من جهة إفقار وتجويع السكان في شمال شرق سوريا ودفعهم إلى الهروب والهجرة وإفراغ هذه المنطقة لتحقيق الأجندات التركية مستقبلا. هذا باعتقادي، واسمحوا لي، هذا عهر سياسي لا يجوز السكوت عنه بأي شكل من الأشكال. طب دكتور أحمد، يعني في ظل ازدواجية المعايير هذه التي تتحدث عنها، يعني فيما يخص حقوق الإنسان، أيضا يعني فشل المجتمع الدولي في الاصطفاف حول حقوق الإنسان والقيم العالمية، برأيك يعني هل التعويل على المجتمع الدولي يجدي نفعا اليوم؟ لا أعتقد. التعويل الحقيقي في الإدارة الذاتية وفي شمال شرق سوريا هو التعويل على الشعب وعلى المكونات بعربه وكرده وأرمنيه وسريانه وآشوريه وإزيديه، التعويم على القوى الذاتية والتنسيق فيما بينها بما فيها كل الأحزاب الوطنية لتلتف حول قيادة الإدارة الذاتية وقواها العسكرية، قوات سوريا الديمقراطية. وهذا حق ودفاع مشروع بكل الأنظمة والقوانين والشرائع الدولية والإنسانية والحقوقية وحتى المحلية. لا يجب
الاعتماد على هذه أو هذا النوع من العلاقات بشكل كلي وبشكل مطلق على المجتمع الدولي، فهو هذا المجتمع هو مجتمع يعني يكيل بمكيالين، يريد أن يحقق مصالحه بالدرجة الأولى. انظري إلى روسيا الاتحادية تتباكى اليوم على القضية الفلسطينية، وهي التي أعطت الضوء الأخضر لاحتلال عفرين، وتعطي الضوء الأخضر لتقوية النظام بالسيطرة على مناطق شمال شرق سوريا. إذن هذه الازدواجية هي موجودة، وقد عرفها بشكل جيد كل مثقفي وسياسي وأحزاب وكل مكونات الشعب في شمال شرق سوريا. شكرا لك دكتور أحمد على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. كان معنا من شمال وشرق سوريا دكتور أحمد سينو، عضو مركز روجافا للدراسات الاستراتيجية. أشكرك على طيب هذه المداخلة.